إذن مرحبا بكم في أيام السينما الإيكولوجية في الدورة ديالها الثانية. دأبت جمعية الفعل الإيكولوجي على تنظيم هذا الملتقى للتحسيس والتوعية بالمشاكل البيئية وبالخصوص مسألة الإيكولوجيا. أولا غادي نشكر بعد دار الثقافة على الدعم ديالها وكذلك التعاون ديال جمعيات الأوراج المغربية للشباب واللي تساعدنا دائما في تنظيم هذا الملتقى. مية في المية اللي كنتي كتسارع في الشوارع ولا أي مدينة في المغرب غتكون شتي هاد اللوغو ولا هاد التصويرة. إلا كنتي من الناس اللي مفهوم فيها التوزة فعرف بلي هاد الحلقة مصوبة على قبلك. كوب هي اختصار جملة Convention of Parties واللي تستعني بالعربية مؤتمر الأطراف. الأطراف دونك لو تيت تسمى لو سيكل هيدروليك دو لو و لا ريبارتيسيون. لا ريبارتيسيون يعني التوزيع ديال الماء في كوكب الأرض، كاين في البحار والمحيطات، كاين على شكل جليد وكاين على شكل المياه يعني باطنية وكذلك على شكل بحيرات. الأستاذ لبدي بوشا محامي بهيئة مكناس. طبعا أنا سعيد جدا بالتواجد هنا بين ظهرانيكم، خصوصا وأن الجمعية اللي كانت سهران على هذا البرنامج. صحيح أن الأفلام الوثائقية الثلاث اللي شفناها دابا حاليا شدتنا الأنفاس لدرجة أننا حطتنا في واحد الوضع اللي هو خطير جدا، اللي تعطينا الانطباعات بأن كوكب الأرض ديالنا هو في خطر وخطر متزايد ومستمر. ولحسن الحظ أن هناك عقليات، هناك تفكير معمق، تفكير جيد في إنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التي تهدده أجلا أم عاجلا. هذه الأفكار هذه لمسناها من خلال الأفلام الوثائقية اللي اعطتنا واحد صورة غادي نقول عليها مدهشة، نقول عليها بأنها خطيرة جدا، غادي نقول عليها بأنها أجراس خطر التي تهدد البقاء على البسيطة. دونك الفيلم غادي نشوفوا البطاقة التقنية ديالو، تيتكلم على التغيرات المناخية اللي أصبحت يعني تزعج البشرية وكذلك تظهر المظاهر ديالها في المدن الكبرى. قاعة دار الثقافة بمدينة الحاج بقاعة جميلة جدا، وهي تعتبر من بين أجمل القاعات في الجهة، ونحن سعداء جدا أن هذه الأيام الفيلم الإيكولوجي واحد جوج ثلاثة وأربعة جنبير تمر في جو هادئ وجميل جدا، وأن حضور الأطفال والراشدين أيضا أعطى لها بصمة خاصة، وأن الناس تفاعلت وتفهمت وما يتعلق بالحفاظ على البيئة والحفاظ على المحيط البيئي. وأعتقد أن الناس اقتنعت أيضا أنها ستعمل من أجل رفع مستوى الأداء من حيث الحفاظ على البيئة وعلى المحيط الإيكولوجي. وشكرا. هيدا فضايل عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الأخضر المغربي، جيت نحضر في هذا اللقاء اللي نظمته جمعية ديال الشباب للفعل الإيكولوجي حول الفيلم الإيكولوجي. وبالنسبة لي يعني هذا النشاط هذا اللي خاصه يعني يتعاود في مجموعة ديال المؤسسات، لأن بالنسبة لينا الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالإيكولوجية واحد الثقافة جديدة على الشعب المغربي، بالتالي يعني خاص أنه يتعمم على المؤسسات التعليمية وعلى الجمعيات المجتمع المدني، لأن تنعرفوا بأن بلادنا شهدات يعني أكبر لقاء يعني دولي اللي هو كوب 22 واللي نشطت فيه مجموعة الجمعيات، وفيه بينات بأن يعني المغرب يعني من هنا يعني سنوات ممكن أنه يعيش مشاكل اللي عاشها مثلا عاشها أوروبا وعاشها الغرب،
وبالتالي بالنسبة لنا مجموعة ديال الثروات اللي تيظنوا الناس بأنها ما غاديش تقاضى ممكن أنها ما تبقاش، وبالتالي لابد أننا نرشدوا في الثروات ديالنا. وملي تنهضروا على الثروات يعني ما هو تحت الأرض وما هو فوق الأرض، ونتحدث يعني على الماء كمادة حيوية وكمادة اللي يعني إلى ما كانتش ما ممكنش أنها تكون الحياة. وبالتالي هذه الثقافة الجديدة اللي هي الحفاظ على البيئة وعلى الثروات وعلى النظافة ديال الهواء، وبالنسبة لنا يعني ثقافة جديدة اللي تنتمنوا أنها تدمج يعني في مجموعة المقررات ديال التعليم. Dans la savane, tout animal sait ce qu'il doit faire pour survivre. Junior, oui maman. Tu sais où est ton père? Il est allé chercher de l'eau. Pas un pas de plus. Oh, Billy, t'inquiète, je contrôle la situation, ma chérie, je suis au top. Mais toute l'eau qui nous vient des montagnes devrait déjà être là à cette époque de l'année. Alors, je me dis machine, je vais amener l'éléphant. Où est-ce qu'on est? La girafe. ليليا. شوفي هنا. وشنو عجبك انت؟ عجبني ليليا. وشنو اخر عجبك؟ لا. Je m'appelle Sifa. Dans le film j'aimais le léopard et le tigre. Oui. J'aimais la bataille qu'ils ont fait les animaux pour avoir de l'eau. دان اليوم كان العرض الرابع ديال ايام الايكولوجيا بالعرض الخاص بالاطفال. هو فيلم كان رسالته بالغه جدا ونال اعجاب يعني الحاضرين. المهرجان في بدايته كان 3 ايام، نظرا للاقبال على هذا النوع من الافلام قررنا اننا نزيد نهار اخر خاص بالطفل. والاطفال الحقيقه هما يعني الجيل للمستقبل، وتنهدفوا حنا من خلال جمعيتنا في الايكولوجي انه نقوموا بعمليه التحسيس والتوعيه باش ندوزوا للفعل الحقيقي، وباش الاجيال المقبله تنهج هاد السلوكات الايكولوجية اللي مفتقده عند هاد الاجيال الحاليه، باش يمكن نمشيو بعيد في المقاربه الايكولوجيه يعني في الحياه اليوميه. احنا الان تنفكروا بحقيقه في المهرجان الثالث، وان شاء الله غادي يكون يعني الطبق شهي جدا ناحيه الافلام الايكولوجيه التي نوجدوها، وغادي نحاولوا نبذلوا مجهودات باش نتفاداو بعض الثغرات اللي تتكون في التنظيم، مثلا طول الافلام او لا في الناحيه ديال اللغه المستعمله في الافلام. وهذا هو اللي غادي نركز عليه وغادي نشتغلوا قبل باش نوجدوا يعني برنامج اللي هو مفيد جدا. المهرجان احنا كتقييم يعني فرحانين انه تم في ظروف جيده. المركز الثقافي يعني وضع اشارتنا جميع الامكانيات التقنيه والقاعه ممتازه. يعني هذا المهرجان غير مكلف جدا، بحيث انه يعني ما تيتطلبش مجهودات كبيره. العمل اللي تيتم هو قبل يعني تحديد ايام المهرجان، يعني ايام الايكولوجيه. احنا تنطلعوا يعني انه تكون عندنا رؤيه مستقبليه ونستمروا في العطاء ودائما من اجل التحسيس بالقضايا البيئيه الاجيال المقبله، وهذا هو الرهان ديالنا في اطار الجمعيه ديال الفعل الايكولوجي. وشكرا جزيلا. We'll be right back.